اهلا وسهلا حبيباتي، اشخباركم؟ ان شاء الله على خير وبخير كالعاده وفي احسن الاحوال. فيديو جديد مع سناء، كل نشاط وحيل وافكار وتدابير منزليه اللي اكيد غادي تكونوا وقفتوا عليها يوما ما. فيديو مليء بالافكار اللي غادي تستفدوا منها ان شاء الله. ولكن قبل ما نبدا الفيديو، ما تنسوش الضغط على زر اعجاب او لجيم او لايك، وكذلك الاشتراك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه. ونبداو. والكونجيلاتور بحال هكذا، فدوك لي طاش اللي كيكونوا لاصقين بزاف كيحيدوا بسرعه، وحتى الاواني ديالكم كترجع ليهم ديك اللمعه ديالهم.
بالنسبة كذلك الآخر حيلة فهي كتخص الأواني ديالنا، بحال مثلا هكذا كسرونات اللي كان في يدو فيهم الحليب وكيتحرقوا لنا. هذا المشكل كيوقع بزاف مع كسرونات ديال إينوكس. فالطريقة إلى ما كانش عندكم أم برودوي باش أنكم تنظفوا، يكفي أنكم كتعمروا الكسرونة بالماء، كتضيفوا لها واحد ساشي ديال خميرة الحلويات وكتخليوا داك الماء حتى كيغلى، ومن بعد كتحكوا وكذلك شوية الخل البنات. صراحه النتيجه رائعه، ما تحتاجوش انكم ديروا مجهود كبير. فهنا البنات كنكون وصلت لنهايه الفيديو، شكرا والف شكر لكل متتبعه تابعت معايا الفيديو الى الاخر، وشكرا على الدعم ديالكم، وما تنساوش التشجيع بالضغط على زر اعجاب او لا جيم او لا لايك، وكذلك البنات الاشتراك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه. خليت لكم الصحه والراحه، والى فيديو لاحق ان شاء الله ومع حيل جداد اللي اكيد غادي تفيدكم. مع السلامه.